قدر يقول لك يخونه اي واحد هذا المنهج مش عارف دروك دروك انا ما على باليش انا كيقول لك كاينه مبادره تاع ناس اجتمعوا بغض النظر عن الفكره تاعهم بغض النظر عن كيما التوجه تاعهم كيما احنا رانا مجتمعيين دروك هذا قادر تقول لك غدوه قادر يقول لك هذا اسمه لازم يكون عندك لنا فروع هذا مكان لما قاعد جماعه تقول رانا ما حد يعرف واش هو انا هذه تاع 500 واحد غير هذه تاع 500 الفكره الانتخابات تاع 500 واحد هذا وين مع السيد وراها لي في الفيسبوك باين لك هذه المبادره تاعها هذا وين وراها لي بغض النظر عن واسمها قلتوا جماعه المهم ليسونسيال قعدوا باش حنا دروك الحوار هذا اللي انا نهضروا عليه الحوار اللي انا نهضروا عليه لازم نروحوا ليه ياسر لازم انا انت راه عندك فكره وانا راه عندي فكره عمر اسمح لي اسمح لي والله اسمح لك لا كاين جماعه حولي اللي رافضه الحوار هذا الحوار هذا وليا انا نظن الحوار كوعتير فضحا يرجع يرجع كيف يقول الانتيغريست والانتيغريزم هذا عمره ما خرج على اي واحد الراديكالي هذا وليا في اي مجال ما يخرج على واحد دائما الانسان دائما يخلي شعره معاويه دائما حتى لو داقيت مع دارك ما تفجرش باش دائما نخلي مجال تاع الصلح السياسه اسمح لي معاك مع ولا مع بن صالح لا نهضر مع ذوك القايمه مع بن صالح هذاك السلطه القايمه فدير ايش ما ذوك بن صالح ذوك رايك انت اش قال له بيت حوار معاه اسمح لي ذوك كاين مؤسسه تاع الجيش ما هوش هذوك ما هوش طرف الحوار بن صالح هو قال لك هذيك واجهه هذاك واجهه كي تحكي تحل باب تسيب الفعل هذا المره قال لك تحاور بيت تحاور انا اسمعكم على النتيجه احنا ما تحاورش قادر انا كحراك ما تحاورش صح انا يا حراك مستوى السياسي تاعي مهما يكون ما غاديش راح يكون كيما المستوى السياسي الناس اللي راه عندها 30 سنه 40 سنه في المجال السياسي ما تقدرش ما امبوسيبل كيما تقدرش تفهمه ما نقدرش نفهمه ما تكونش سياسي ولا ما تقدر تفهمه ما نقدرش ما انا قلت لك الناس كيما قبلك ما نقدرش ريبوستي فهم الجزائر دوله عايشه في وسط دول مجتمع دولي بمنظماته يا ما نخرجوش من الخشور اقليميا كاع ما نهضروش اقليميا نهضروا غير هنا اقليميا كاع ما نهضروش لا تنعكس نهضروا محليا هذيك المحليين الخارجيين يعكس على خلينا شوف اذا دخلنا كيكونوا ملاح لداخل ما يضرنا والو برا هذا هو المبدا كيكونوا متوحدين ومتعاونين وكي تكون المؤسسه تاع الدوله مع الشعب متناسقه ما يصرا والو مش عايش واحد ما صدر متشعبه قوي صدر انا نقول الانسان ما يكونش متعصب صدر الانسان دروك هنايا عمري ما شد السياسه ولا ما تجي تتمنى الناس في الطريق قال لك لا الاخرى يسقط النظام يروح بوتفليقه دخلت معاهم ما كاينه من هضرب انا عندي ضرب سمانتين ولا ثلاث سمانات ثاني معاهم في السياسه او نجي ندير روحي خير من واحد عنده 30 سنه في السياسه لا بغات لا في الاولى تروح المعارضه انا الخلاصه سي رشيد باه ما نطولوش قاوي اليوم نكملوا هذا اول لقاء ونعاودوا نتلاقاو ونوسعوا المجال للناس كاع اللي مفتوح رانا في فضاء مفتوح برا قدام لابيوي اي واحد يجي يحضر معنا الخلاصه تاع القادر تاع اليوم الحوار تاع اليوم في ثواني اش نقول لك هادي صعيبه بزاف انا شخصيا لازم الباب الحوار يبقى دائما مفتوح ودائما عندي سياسه خذ وطالب انا ولفت كيما هكا سياسه البرجيفيه لا انا كان يقول لك هكا انا جو سانديكاليست هذيك هي صافي اش كتقول انا نقول لك سياسه البرجيفه كان يقول خذ وطالب سانديكاليست درنا السنديكا تاعنا في الليشي وروحنا وطلع حتى الجامعه سادير عمري ما نبلع قال ما ندي والو طالي دي خطره مزور ندي شندي ندي ونزيد شيخ واش نقول لك انا يا على كل حال مستعراني نسمع فيكم تهضروا لا ريفونديكاسيون تاع الشعب هذا وليا اللي ليجيتيم وبصالح شكون داروا الشعب هو اللي داروا قبل ال 22 واش كان بن صالح كان تحت الاخر تاع سعيد بوتفليقه هذه لازم نقولوها حنا درناه ودو كي نهضروا على لي كونسيسيون على حتى الشعب يدير لي كونسيسيون تاع لا ما ديرش كونسيسيون تاع واش طلب منك يعني كون بدوي نحيت بدوي هو بن صالح او موا سي تان ريكونفورتمون الواحد ابيزمون ابيزمون حل حاله الوضع حتى ما داروش هذا والله حاجه ما نسرع ما ترى داكور تتنفس الشعب والله العظيم والله راه مصر خاصه
السؤال المطروح، لماذا الإصرار على بدوي وعلى بن صالح رغم أنه الأغلبية العظمى من الشعب رانا كرهم؟ يا أخي أنا نطالب أنه الاستمرار في الحراك والضغط على المؤسسة العسكرية بروحهم أقل شيء نحو بدوي بن صالح، ما ليش نروحوا انتخابات السياسة ومن بعدي اسمع لي ممكن يكملوا انتخابات يجي رئيس كما قلت نبدلوا كي يسموه نبدلوا المجلس الشعبي الولائي ونبدأوا نديروا الإصلاحات نبدأوا بناء الدولة الجمهورية الجديدة على نضغطوا على القايد لأنه القايد راه كبير شغل لازم نضغطوا القايد لازم يقعد لازم نضغطوا نحشموه نحشموه على بالك أنا ما عندوش طموح باه يكون رئيس إن شاء الله فاهمني ما ينجمش يكون رئيس أون إسبير وما يقبلهاش الشعب السبسي 90 سنة في عمره أكثر من 90 سنة رئيس على كل حال تونس مدني أنا نظن راهم يلعبوا الوقت هما غير يلعبوا العام الوقت بالحراك هذا يفشل ومام طون باش انفيتو تاعهم هذو اللي كانوا في الدوله الاولى اللي كانوا توصل الحراك بالعقل ثوره مضاده ثوره مضاده ولا طولنا صرنا كيما تونس والحل قال لهم اودي ما تديروش كيما احنا والحل كيما نطولوش الحل واحد انه الحراك لازم يتقوى من جديد لازم يتقوى من جديد ولازم يروح كيفاش نقول يروح صلب الموضوع التمثيل التمثيل لازم يكون في الحراك داكور باسكو بلا تمثيل ما تقدرش تكون قدر ما وحاجه اخرى المطالب مطالب دابا يحصروها كاين مطالب ثانويه خلوها من بعد نحصروا المطالب الاساسيه خرجوها تحديد الاهداف ثانويه خلوها من بعدين استاذ انا شنو نقول السلطه اللي بيدها القرار الا بغات تخدم الشعب تاعها الا بغات تخدم الشعب تاعها كاين بدوي وبن صالح وكاين شعل من حل في الحل سياسي دستوري فتوى كيما يحبوا نحو بدوي وبن صالح الشعب يتنفس ومن بعد نروحوا كيما قال خيي تنظيم الاولويات نهضروا حتى هي اسكو نروحوا الانتخابات ولا نروحوا المرحله الانتقاليه ولا نجيبوا رئيس ومن بعد كل شيء نفتحوا له ورشه تاع عمل هذه هي بصح الشيء اللي ناكد عليه الا بغات هذه السلطه اللي تحكم في البلاد الا باغي الشعب يتنفس وكيما قلت من عندي ومن عندك وخذ وطالب ويتنازل شويه الوسم على الاقل بدوي وبن صالح رموز النظام السابق الفاسد تتنحى سهله مهله استاذ انا شوف اللي راه كاين واحد اولا نتكلم على كاين زوج من الغلطات الاولى قضيه الدستور اصلا نحن رانا في وضع غير دستوري اصلا الدستور هو الشعب فوق الدستور اللي في علمك الشعب فوق الدستور برسك الدستور هو وثيقه ملك للشعب بالشعب وللشعب يكتب عليه الشعب هو اللي يدير الدستور وهو اللي يسقط حتى واحد اللي عنده السلطه على الدستور الا الشعب هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه المرحله الانتقاليه الناس راهي تغلط السلطه راهي تغلط في الناس وتخوف فيها بهذه الكلمه تاع الانتقاليه المرحله الانتقاليه ماهيش المجلس التاسيسي اللي يكون باش باسكو كاين ناس راهي تخلط عين تكلموا على مرحله انتقاليه يروحوا للمخاوف من المجلس التاسيسي يبغوا يغلطوا الناس ويخوفوا الناس باش يغلطوا الناس ويخوفوهم هذا سي ديفيرون مرحله انتقاليه احنا اصلا اليوم رانا نعيشوا مرحله انتقاليه راه مرحله انتقاليه تحت قياده بن صالح وحكومه بدوي احنا نطالب بمرحله انتقاليه تحت قياده حكومه كفاءات وطنيه تحظى بقبول شعبي منها نروحوا الحوار جدي باش نديروا لجنه لتنظيم الانتخابات ونروحوا للانتخابات وممكن المجلس التاسيسي يتاجل الى ما بعد انتخاب رئيس شرعي وكي تكون الامور في تكون الامور شرعيه في استقرار شكرا. لكن اليوم لازمنا مرحله انتقاليه تحت قياده ناس ذوي كفاءات ناس نظاف مقبولين شعبيا ونروحوا للانتخابات بارك الله فيك استاذ نقول باللي في ثواني هاد الباءات الثلاثه راهي مأثره نفسيا على الشعب الجزائري وهي اللي معرقله الامور تقريبا كبدايه هي معرقله الامور لان هاد الباءات الثلاثه باءات ثلاثه ينحوهم وعندهم كيفاش ينحوهم هذه الاولى والطرف الاساسي هو الحراك الحراك لازم هو بشكل هو الطرف الاساسي في المعادله الحراك والمؤسسه العسكريه رايت باينه شيء يدير والحراك الحراك هو اللي لازم يكون منظم وهو اللي لازم يسعى للحوار بيناتهم سينو راح يلحق للسيطره هذا هو بن صالح وبدوي الشباب 22 فبراير الشباب قال لك بن صالح وبدوي هو لازم هذو يتنحاو كاع ويديروا شخصيه وطنيه توافقيه موسى لازم البلاتفورم يحدوا فيها الاهداف يحدوا فيها الاهداف اللي ساعدنا في الوحده
تاع الحراك باش يتقوى الحراك تاعنا ونشوفوا الطرق السريعه باش نتاجوا في الانتخابات. بارك الله شبيبه شبيبه عايش. حنا اهم نقطه اللي راهي محيرتنا كيما نقول لك كاين ناس بزاف راهي تحوس توصل للسلطه كيما نقول لك. حنحوسوا نعرفوا كيما يقول لك يبانوا وجوه ناس مزهاء اللي نجموا نثقوا فيهم، لانه كاين حركات كيما قال الشيخ سا كاين حركات بزاف. حنا المجتمع الجزائري في عده اصناف، علماني اسلامي غير ذلك، لكن المجتمع الجزائري عنده ثوابت، هذه الثوابت لازم هي اللي نحافظوا عليها ونمشوا بها. بارك الله فيك. والحرس امين. كاين بزاف كل واحد عطى الاقتراح تاعو، كاين يقول لك مرحله انتقاليه حكومه توافق، انا نهضر لك بها، كاين اللي يقول لك حكومه. روح تفضل تفضل. خليني نكمل الفكره. روح ما سيتي تنزيج هضر الفكره تاعك انت، روح. نبغيه. قلت لك بلي كاين اللي يقول لك مرحله انتقاليه، كاين اللي يقول لك حكومه توافقيه، كاين اللي يقول لك لجنه مستقله. احنا نبغي كل واحد في راسه يصنع هذه الحكومه تاعو كيفاه دايره. اللي يقول لك مرحله انتقاليه يوصف لنا كيفاه دايره، اللي يقول لك الانتخابات في وقتها يوصف لنا لا فورميل ولا الميكانيزم كيفاه داير، اللي يقول لك لجنه الانتخابات يقول لنا التركيبه تاعها كيفاه تمشي، الصلاحيات اللي عندها. بالمره الجايه كي نجوا صايم ما نبقاش نقولوا بلي هاش راه ما قبلش، نشوفوا له قدام كيف نقدروا نصنعوا توافق وما نمشوا به في الحراك. نهضروا عليه يعني كيما كاين الناس راه على مستوى العاصمه يجوا البلاطوات، حنا ما عندناش بلاطوات لنا، هذا هو البلاطو تاعنا. هذا راح يكون البلاطو تاعنا. نقدروا باذن الله نصنعوا راي ولا فكره توافقيه تجمعنا كاع. البلاطو البلاطو تاعنا. ماذا بينا نجوا كل واحد بالفكره تاعو محدده ما نقدروا نتناقشوا فيها. كل واحد باذن الله المره الجايه يجيب الفكره تاعو سواء فيما يخص الحكومه التوافقيه، فيما يخص المرحله الانتقاليه، فيما يخص الانتخابات وتنظيمها، فيما يخص لجنة المراقبة والتنظيم، كل واحد يجيب لنا فكرة محددة المعالم وما نقدروا نتناقشوا فيها ونمشوا بإذن الله في الطرح تاعها. ربي بارك الله فيك. أستاذ. طويلك الخلاصة اللي نوصل لها، أنا تقييم الحراك أنه أدى ما عليه بنسبة كبيرة جدا. ربي. أنه حررنا هذا الفضاء اللي رانا نتكلموا فيه الآن. أنه أحيانا نفسيا، أنه أعادنا إلى الاهتمام بقضايا الشأن العام. هذه المكتسبات لا يمكن المحافظة عليها إلا بكتلة صلبة من لجنة عقلاء تخرج من وسط الحراك لكي تحافظ عليه حتى لا يذبح نفسه بنفسه نتيجة احتمالات ومخاوف معينة. وشكرا. شكرا. بارك الله. هذا اللقاء رانا نديرو فيه قدام لابيوي يوم السبت ويوم الاربعاء ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. اي واحد يشوف باللي يقدر يقدم فكرة ولا يساهم مرحبا به. اصلا نخدموا نديروا لقاء في الاسبوع بالسبت والاربعاء. السبت والاربعاء ما بين المغرب والعشاء قدام لابيوي في الشرف. بعد الناس يكونوا على بالهم. خلاص كل واحد ينشر المعلومة تكون معلومة لازم نديروا الى الحراك في الشرف. راه نلقى شوية نعاودوا نقلعوا من الأولى إن شاء الله. هذه نقطة باسكو الشعب راه يقول لنا أنتم راكم تقلالوا راكم تضعفوا. قول لهم روح أنت قلت لهم أنا قلت لهم دائما نقولها وندير لابيبي زعما يقول لها الآخر قولوا لازم نعاودوا إعادة حركة في ولاية شلفة تاع مدينة شلفة إن شاء الله. بقوة كل واحد يخدم من جهته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم إلى الملتقى. السلام عليكم.